نبي نبدي العهد الجديد بمستقبل واعد، والمرحلة المقبلة تتطلب منا أمور كثيرة في مقدمتها المصالحة الوطنية مع كل الأطراف حتى نوحد جهود الإصلاح السياسي والاستقرار الاجتماعي. لابد من تعديل النظام الانتخابي الحالي اللي أثبت فشله من خلال تشريع برلماني مدروس يضمن لنا وصول الأكفأ ويحقق العدالة. تنويع مصادر الدخل، لأن مو معقولة أن إحنا ما زلنا نعتمد على مصدر دخل واحد. هالشيء خطر على مستقبل الكويت واقتصادها وأجيالها، وقاعد ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن. إلغاء عقوبات الحبس في قضايا الرأي والتعبير في كل القوانين، مثل هذه القوانين معيبة جدا أنها تكون في أي بلد ديمقراطي، ولابد من العمل لتعزيز قوانين تضمن لنا مزيد من الحرية. تعزيز قوانين تكافؤ الفرص للاستثمار الحقيقي يبتدي بالإيمان بالكوادر الوطنية. لابد من إعادة الدولة إلى مؤسساتها وغل أيدي رؤوس الفاسدين والمتنفذين اللي سيطروا على مكمن القرار وعبثوا في مفاصل الدولة وبددوا مقدراتها. لذلك أخوض هذا الطريق لهذه الغاية الهادفة من أجل الدفاع عن وطني اللي أنهكت صراعات القوى الفاسدة. الأمل موجود بهمة وقوة الشعب، وحتى نحقق النتيجة إحنا بحاجة إلى الثبات والاستقامة وحسن العمل. نصلح معا لتشرق قدم.